السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة غتكون تابعة لدرس الأعداد العقادية، ولما تكون يعني حصة حول الرباعيات. وهذا السؤال ديال الرباعيات فهو سؤال بسيط، فهو الجواب ديالو هو استنتاج مما سبق. إذا قبل ما نبداو نشوفوا أنواع الرباعيات، خاص نعرف شنو هما العناصر اللي ممكن تساعدني في هذه الرباعيات. شنو هما العناصر اللي أي واحد فيكم، أي تلميذ بغى يجاوب على سؤال الرباعيات، اشنا هما اهم عناصر اللي ممكن يستغلها الى شاف في المعطيات يستغلها في الرباعيات. اذا نشوفوا اول عنصر اللي هو شنو، لحقه متجهه. هاد اللحقه متجهه راه تساعدنا في طبيعه الرباعي اللي خص يكون متوازن. ثم العنصر الثاني اللي هو منتصف قطعه. كذلك كل رباعي عنده قطران يعني يتقاطعان في منتصفهما فهو متوازن. ثم العنصر الموالي، هو إزاحة. ثم الدوران، ثم طبيعة المثلث، هما هادو هما العناصر الأساسية اللي غتساعدني في الرباعيات. فيما كان هادو راه ممكن يتستغلو في إيجاد طبيعة الرباعي المطلوب ليا، إما متوازن ظلام أو مستطيل أو مربع أو معين. إذا هذه العناصر الأساسية اللي غنخدمو بها دابا. إذا نشوفو أول رباعي، غادي يكون شنو، نشوفو حول الرباعي ديالاش اللي هو أساسي، اللي هو شامل جميع العناصر. كاين مربع، كاين مستطيل، كاين معين، وعندهم شنو، عندهم يعني نقطة مشتركة. إذا ما هو العنصر المشترك بين هاد الرباعي الثلاث؟ عندي مربع ومستطيل ومعين، هاد ثلاثة كلهم شنو كيجمعهم، متوازن ضلع. إذا أي رباعي، اللي غنبينو في امتحان وطني واش هو مربع أم مستطيل معين، إذا لابد ندوزو شنو، لابد ندوزو من متوازي الأضلاع. إذا أول عنصر شوف دابا هو ما هو متوازي أضلاع، متوازي أضلاع هو العنصر اللي جمع الرباعيات كاملين. إذا نشوف متوازي أضلاع، إذا غنستغلو هاد العنصر لهذا جوج حوايج، إما غنستغلو متجهات أو غادي نستغلو منتصف قطع. ولكن العنصر الشامل الكبير شنو هو أهم، هو شنو هي لحق متجهه. وهذا اللحق متجهه راه عنده علاقه شنو بين الازاحه. اذا هاد المتجهه مع الازاحه راهما يعني عناصر اساسيه في متوازي الاضلاع. اذا زي ان كاساس مثلا عندي واحد الرباعي اللي هو لدينا الرباعي التالي، الرباعي ABCD، هذا رباعي وبغيت نبين بانه متوازي الاضلاع. اذا غنستغل فقط شنو المتجهات، الى ما عندناش ازاحه نحسبو نشوفو واش غنستغلو دابا، نحسبو الحق ديال من ديال المتجهه. اذا نبداو ندير واحد العنصر صغير اللي هو فقط يعني كرسم توضيحي. رسم توضيحي هادو مستقيمات متوازيه، كذلك شنو مستقيمات متوازيه. اذا اش يعني انه ستكون متوازي أضلاع. هاد متوازي أضلاع خاص يكون نقاط متضاورة، يعني أ بي سي دي، تحترمو في الترتيب أ بي سي دي. إذا باش نبين بأن هذا الرباعي فهو متوازي أضلاع خاص يكون شنو، نبين مثلا بأن هاد المتجهة اللي هي أ بي مثلا، المتجه أ بي كتساوي متجهة مثلا متجهة ديس مثلا، أو خاص يكون متجهة عادي مثلا كتساوي متجهة شنو، متجهة بي سي، والعكس صحيح، المتجهة بي أ كتساوي سي دي، أو متجهة دي أ كتساوي متجهة سي سي دي. إذا كأساس أن يعني أن إمتى غيكون متوازي الأضلاع، تكافي ما يلي: أن المتجهة أ بي، كتساوي متجهة ديما بنفس الإتجاه، نفس الملحة ونفس الحميل، إما أ بي كتساوي دي سي، نفس المنظمة. أ بي كتساوي دي سي،
او مثلا او فقط ماشي كلهم او فقط يكفي جوج متجهات او ممكن نقلبهم ب ا سي دي او غناخذ متجه مثلا ا دي المتجه ا دي كتساوي المتجه بي سي. الى بينا احدى هاد المتساويتين فالرباعي سيكون متوازي الاضلاع. اذا يكفي نحسبوا اللحق ديال من ديال المتجهه الاولى واللحق ديال المتجهه الثانيه او هذيك تساوي هذا خصنا نقول بان هاد الحق متساويه. الى بينا بان الحق متساويه ان هذا كيساوي هذا العنصر فالرباعي كيداير متوازي الاضلاع. وغنشوفوا شنو هو الشرط اللي غنزيد باش يعطينا اما متوازي اما معين او مستطيل او مربع. اذا كم فكره فقط يعني كيف احسب او كيف احدد لحق متجهه. اذا لا فيكس لحق متجهه لحق متجهه مثلا متجه ا بي ما هو اللحق ديالها؟ اذا نرمز اللحق بافيكس. اذا لا فيكس افيكس ديال المتجه ا بي ماذا يساوي؟ دائما احترموا الترتيب. راه النقطه الثانيه الطرف الثاني ناقص طرف اول الطرف الثاني ناقص طرف اول يعني زد بي موان زد زد ا. دونك لحق متجهه هي زد بي موان زد ا او الطرف الثاني ناقص طرف اول. نحسبوا اللحق الاول واللحق الثاني خصنا نلقى بانهما لحقين متساويين. اذا شنو نستنتج؟ ان رباعي متوازي الاضلاع. اذا بصفه عامه ان المتوازي الاضلاع من اهم عناصر الاجابه على الرباعيات. علاش؟ لانه القاسم المشترك بين الرباعيات الثلاث قاسم مشترك بين الرباعيات الاعتياديه اللي غنشوفوا في الامتحان مربع مستطيل معين. اذا دابا نشوفوا هذا الرباعي اش غنضيفوا ليه من هادو باش يعطينا شنو؟ باش يعطينا مربع مستطيل معين. غير فكره هذه هاد الازاحه هذه ممكن نستعملها فين؟ ممكن نستعملها فين؟ الرباعي نبدا بها هي الاولى باش نزيد على سميتو الطبيعه ديال اخص يكون رباعي متوازي الاضلاع عاد نشوفو استنتاج. اذا مثلا بغيت نستغل هذه المره بغيت نستغل الازاحه في المتوازي الاضلاع. اذا معطيات تي ازاحه هذا كون في المعطيات ديالنا تي ازاحه متجهاتها عندها واحد المتجهه متجهتها هي مثلا هي او ا مثلا او ا المتجه او ا و بي هي صورة سي بالازاحة تي. هذه مواطية الازاحة عندها واحد الازاحة اللي المتجه ديالو هي او ا وعدد بي هي الصورة ديال من الصورة ديال سي. إذا المتجهة ديال الإزاحة تحول السي إلى شنو؟ تحول السي إلى بي لأن بي هي الصورة هي ديال السي هي بي. يعني مثلا عندنا السي هي هادي نعتبرو السي هي هادي فين غتكون الصورة؟ غتكون الصورة موازية حاملها يوازي أو أ لأن يعني نقص واحد المستقيم اللي هو يوازي أو أ ومرمل السي أو الأص ديالو السي. وغناخذ هذا الطول هذا اللي هو المنظم هذا المنظم يساوي هذا المنظم يعني هذه النقطه اللي غنقلب هنا هي شنو هي النقطه بي. اذا بي هي الصوره ديال سي بالازاحه ديال المتجهه او ا. اذا ماذا ساستنتج من الازاحه؟ ساستنتج بان هذا الرباعي فهو متوازي الاضلاع. علاش؟ لان سيحقق هذا الشرط اللي هي شنو اللي هو تساوي المتجهتين. اذا لان هنا ماذا سنستنتج؟ علاش؟ لان يكون متوازي الاضلاع لان ازاحه عند تي ديال من تي او ا ديال من ديال سي كتساوي بي يعني صوره سي هي بي بالازاحه ذات المتجهه او ا. ماذا يعني؟ يعني ان المتجهه الازاحه المتجهه او ا غتساوي متجهه سي بي هاي تساوي متجهه سي بي. اذا الى عندنا هاد الجوج متجهات متساويه نستنتج ان الرباعي اللي هو شنو اللي هو او ا بي سي فهو متوازي الاضلاع.
إذا عندنا نسخ لنا الإزاحة في طابعة الرباعي. يعني ربما دائما إما سأحسب لحقي متجهات لحق المتجهتين لقوا بأنهم متساويين. كيف أحسب لحقه؟ هو لافيكس ديال أب بوحدو ونحسب لافيكس أسي بوحدو قرب بيناتهم غنلقوا بأنهما متساويين. إذا المتجهتين متساويتين إذا الفر الرباعي فهو متوازي متوازي الضلع. إلى عطاونا إزاحة إزاحة نستغلوها إذا كان ذات متجه أ إذا أ كتساوي سي بي إذا حتى يتكون متوازي الضلع. إذا بالنسبة للعنصر الأساسي دابا راه بينا عنصرين اللي غنلقاو بهم عنصر اللي هو قاسم مشترك بين الرباعيات اللي هو متوازي الضلع. إذا نشوفو أول رباعي اللي هو غادي يكون مربع. إذا أول عنصر هنا بي أن رباعي أو يستنتج أن الرباعي مربع بي أن رباعي اللي هو ABCD نخدم بهذا فهو مربع. بين أن رباعي مربع أش غندير لهم؟ إذا دائما الرباعي لابد ندوزو من متوازي الضلع. إذا لابد ندوزو من المتوازي الضلع. إذا هذا الرباعي هو متوازي الضلع خاص نبينو أنه متوازي الضلع وغنزيدو شرط واحد وغادي يعطينا مربع. إذا قبل ما نديرو التحليل ديالنا إذا ما هو مربع أش غيساوي هذا المربع؟ غيساوي متوازي أضلاع إما غنقول نخدمو بضلعين يعني متتابعين يعني متقايسين وبيناتهم شنو؟ بيناتهم زاوية قائمة. إذا المربع ما هو المربع؟ هو كل متوازي أضلاع عنده ضلعان متتابعان متقايسان ومتعامدان. كل مربع هو متوازي أضلاع زائد شنو؟ زائد زاوية مثلث زائد مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. إذا سبقت هذا علاش؟ لأنه هو البرهان ديالنا. سبقت هذا لأنه هو التعريف ديالنا ديال المدل المربع وكاين سبقت لكم هذا علاش؟ لأنه هو البرهان ديالنا. إذا غتلاحظوا بأن هناك مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية. هذا يكون سؤال سابق. غادي يعطيكم هذا هو الأول. بين أن مثلث مكون إحدى النقاط إما ABC ولا BCD ولا ABD مثلا. بين أن هذا المثلث اللي نقول هنا فهو متساوي الساقين وقائم الزاوية. ثم استنتج أن شنو؟ أن الرباعي مربع. هاد رباعي مربع حنا اش غنضيفو؟ غنضيفو فقط شنو؟ متوازي الضلع. إذا بالنسبة للوطني هاد السؤال راه بسيط سهل غادي تضيفو نتوما غير متوازي الضلع. إذا نتوما غادي تضيفو في وطني غير متوازي الضلع فقط. إذا أما الشرط الأساسي اللي هو هذا اللي هو مثلث قائم زاوية متساوي الساقين غادي يكون سؤال سابق سؤال كاين قبل. دونك إذا بصفة عامة عندي واحد الرباعي. إذا عندي رباعي ها هو عندي واحد الرباعي اللي هو أنا عارف غادي نرسمو بأنه مربع. بين أن هذا الرباعي اللي هو ABCD مربع. هو السؤال ديالنا حنا أش خصو يكون قبل؟ غادي يكون عندنا ديجا قبل واحد السؤال اللي هو شنو؟ اللي هو مثلث كيداير مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. غادي يكون عندنا في السؤال قبل مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية. ها هو في السؤال اللي قبل. إذا هنا بينا بأن مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية وغادي يطلبوا منا الرباعي مربع. حنا اش غنضيفو؟ غادي نضيفو فقط أنه متوازي أضلاع فقط. إلى ضفنا إلى بينا أنه متوازي أضلاع زائد الشرط هذا زائد الشرط ماذا سيكون هذا الرباعي؟ فطبيعة ديالو شنو هو؟ هو مربع. أتمنى خصو يكون يعني التحليل واضح. إذا أي مربع بغيت نبينو بأنه في وطني خاص ندير شرطين ديال متوازي الضلع زائد مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين. ندوزو إلى الرباعي اللي هو مستطيل. مستطيل ماذا سيساوي؟ غادي يبقى نفس الشرط غادي يبقى دائما متوازي الضلع. إذا فهو يساوي متوازي هو
متوازن الله زائد مثلث مثلث فقط قائم قائم الزاوية. إذا كنعطيها التحليل هذا لأنه هو البرهان عليه باش نبين بأن هذا الرباعي فهو مستطيل. سبقت التعريف هذا لأن ما بصفة عامة شكون هو المستطيل؟ هو كل متوازي أضلاع عنده زاوية قائمة، كل متوازي أضلاع عنده زاوية قائمة فهو مستطيل. حنا باش نجيبو هذيك الزاوية قائمة كيفاش ندخلها في البرهان؟ خاص يكون عندي مثلث قائم الزاوية من النقط ديال من ديال هذا الرباعي اللي هو متوازي أضلاع. دونك إذا كان هو متوازي أضلاع زائد زاوية فيه زاوية قائمة في هذا المتوازي أضلاع، إذا أوتوماتيكمون فهو هذا الرباعي فهو مستطيل. إذا هذا هو البرهان ديالنا، البرهان الوطني. حنا شنو غنضيفهم؟ غنضيفو كذلك أنه متوازي أضلاع لأن هذا السؤال غيكون قبل نسبقو طبيعة الرباعي ونستنتج أنه مستطيل. واضح؟ إذا هذا هو كذلك الشكل ديالو، أن يكون هذا مستطيل ABCA دي يسج انه مستطيل. اش خص يكون عندي قبل في الاسئله ديالي؟ خص يكون ديجا عندنا شنو؟ ديجا عندنا مثلث. كي داير مثلث قائم الزاويه؟ الى عندنا مثلث قائم الزاويه هو الشرط ديالي اش نضيف؟ غنضيف ان رباعي فقط متوازي اضلاع. دونك دائما في هذا السؤال اغلب الاسئله في هذا بالضبط الرباعيات راه كنضيفو حنا فقط غير الشرط اللي هو متوازي اضلاع. دونك راه سال جوج متجهات متساويين، الى الفر الرباعي متوازي اضلاع. اذا ندوز الى الرباعي الثالث. الرباعي اللي متبقي هو المعين. شكون هو المعين؟ المعين هو كالتالي. معين يساوي هو متوازي اضلاع. متوازي اضلاع زائد انا نعطيك هذاك الشرط اللي هو اساسي كذلك. زائد شنو؟ زائد مثلث، زائد مثلث متساوي اضلاع. متساوي اضلاع كنعطيكم يعني فقط يعني الاهم في البرهان، لان رباعي فيه حتى هو يعني تعريف اخر. كل رباعي او كل متوازي اضلاع عنده لي دياغونال ديالو هاد القطران متعامدان فهو شنو؟ فهو معين. اذا كل متوازي اضلاع عنده قطران متعامدان فهو معين، ولكن حنا اللي وارد لاكثر هو هذا اللي خصني نستعملو. شنو غنستعملو؟ مثلث متساوي اضلاع. غادي نرجع نعطيكم التعريف ديال كل رباعي باش نحيد هذا تسبق البرهان باش تدو نتوما البرهان عاد نشوفوا التعريف. اذا عطاونا رباعي ها هو واحد الرباعي اللي هو المتوازي اضلاع. انه رباعي متوازي اضلاع اللي هو ا بي سي دي. يستنتج انه معين خاص يكون ديجا عندي واحد مثلث اللي هو شنو؟ اللي هو خاص يكون عندي مثلث اللي هو مثلث متساوي اضلاع. خاص يكون مثلث متساوي اضلاع ثم استنتج انه رباعي. اذا غننسى هذا هو المثلث متساوي اضلاع يعني فقط يعني امام لوفي مرسوم يعني ماشي بالضبط مدقق. اذا مثلث متساوي اضلاع واستنتج مثلث متساوي يكون سؤال بي انه مثلث متساوي اضلاع ثم استنتج ان رباعي معين. اذا علاش هذا معين؟ خدينا مثلث متساوي اضلاع. ما هو المعين؟ هو كل متوازي اضلاع ضلعان متتابعان متقيسان. ضلعان متتابعان متقيسان فهو معين. اذا هذا متتابع متقيسان ممكن يكون في الزاويه في متساوي الساقين، لان متساوي الساقين وقائم الزاويه شرط اخر. هذا يكفي فقط خص يكون ضلعان متتابعان متقيسان. اذا فهو شنو؟ فهو معين. اذا بصفه عامه المعين هو كل متوازي اضلاع ضلعان متتابع متقيسا. المربع شنو هو؟ هو كل متوازي اضلاع ضلعان متتابع متقيسا ومتعامدا. المستطيل هو كل متوازي اضلاع ضلعان متتابع متعامدا. هذه التعريف بصفه عامه ديال الرباعيات. اذا هذه الرباعيات الاساسيه في الدرس ديال الاعداد العقديه.
دونك راه دونس بالصيد فقط باش تجاوبوا عليه. هذا يكون الشرط ديجا كاين في التمرين، غادي تزيدوا نتوما فقط متوازي اضلاع، ما تزيدوا فقط متوازي اضلاع، اذا فهو رباعي مربع او معين ومستطيل بالاضافه للشرط الاول، اما مثلث متساوي الساق القائم الزاويه فهو مربع، اما غادي نضيفوا مثلث قائم الزاويه فقط فهو مستطيل، اما غادي نضيفوا مثلث متساوي الاضلاع فهو معين. اذا الشيء كاين فيه الرباعيات. والسلام عليكم.